سي رشيد، اشنو الانعكاسات تاع جائحه كورونا على التكوين عندكم في المدرسه تاع كره القدم؟ اكيد ان انعكاسات ديال جائحه كورونا ماشي غير على التكوين، على الطفل بصفه عامه. فصراحه توقفت الانشطه منذ 15 شهر مارس الى اواخر شهر يونيو. اكيد ان الوليدات رجعوا عندنا في شهر يوليوز، يعني باكمله من 1 يوليوز الى نهايته. والمسنا ان يعني 3 شهور ونص من التوقف كان لها واحد الاثر سلبي على يعني على سيكولوجيا الطفل وعلى الناحيه البدنيه ديالو. مباشره في نهايه يعني يوليوز، ونظرا لارتفاع حالات الاصابات بوباء كورونا اللي بالمناسبه كنتمناو من الله سبحانه وتعالى انه يرفع لنا الوباء، عاود توقفات الانشطه لمده شهرين دابا، يعني شهر 8 باكمله، شهر غشت وشتنبر. وكنتمناو ان يعني الحياه ترجع مره اخرى للمدارس الكرويه، لان حتى يتلقاو الاطفال يعني التكوين الرياضيه اللي يعني الطفل كتعرف ان الطفل خصو حركه، خصو يعني نشاط، خصو الخروج من البيت ويعني والتلاقى مع الاصدقاء ديالو. وهذه كلها اجواء ما كتوفرش داخل البيت، بل غالبا في الملاعب الرياضيه والقاعات الرياضيه والى غير ذلك. سي رشيد، واش المدارس غتستأنف في النشاط ديالها ولا باقي شويه؟ كاين بوادر، للاستئناف ان شاء الله النشاط عما قريب. كنتمناو من الله سبحانه وتعالى باش يعني يتم التعجيل بهذا القرار، لانه صراحه حنا اللي في اتصال مباشر مع الاباء ومع الاولياء ديال الاطفال اللي كيجيو يتلقاو عندنا التكوين الرياضي في مدرسه افاداس. فكاين واحد الالحاح كبير من الاباء وتساؤلات يعني واتصالات كثيره. يوميا كنتلقاو واحد الكم هائل من الاتصالات، كلها كتصب في نفس المنحه، انه الاطفال يعني يعانون الامرين، خصوصا وانه يعني توقف عن النشاط بالنسبه للطفل. فكنظن انه يجب مراجعه هذا الامر هذا. شنو العلاقه ديال المدرسه ديالكم والمدارس الكرويه بصفه عامه مع الانديه الوطنيه اللي في الجهه؟ واكيد كتعرف بان هذه المدارس الكرويه كلها هي كتصب يعني في واد واحد، ولا الا وهو الانديه للاطفال والشباب. من بعد كيمشيو باش يعني حنا كنسقوا الموهبه والاطفال ولهاد النوادي تيكملوا يعني مسار التكوين اللي كيتلقاوه الاطفال والشباب داخل المدارس الكرويه. حنا وحده من بين واحد المجموعه ديال المدارس الكرويه اللي تبارك الله هادفه وكتشتغل بجد. فعندنا علاقات مع بعض الانديه اللي الحمد لله الطفل ملي كيوصل غالبا ما كيقدرش هو يفارقنا، نظرا يعني التناسب بين ما نقدم من 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 يعني من برامج تكوينيه وبين المؤهلات ديالو هو كطفل. اذا الحمد لله هذا الزواج ما تيعرفش يعني الفراق بكري، حتى كيوصل الطفل لواحد 17 18 سنه وكيولي الجناح ديالو تيكبروا وتيولي كبر من الجمعيه عندنا وكبر من دراستنا، وبالتالي كيتفتحوا لي افاق الحمد لله سواء داخل المغرب، وكاين واحد العدد منهم اللي التحق بانديه خارج الوطن، المغربي. واش كان يعني شي اش من العام اللي انطلقتوا انتم بعدا؟ كاين حنا بدينا الجمعيه بدات في 2009، مدرسه كره القدم بديناها في 2012. دابا عندنا 8 سنين ديال النشاط، والحمد لله تخرجوا على يدنا لاعبين التحقوا فريق الرجاء البيضاوي، لاعبين التحقوا بفريق فرق وطنيه اخرى، وهذا شرف لنا. انا كنشوف وليداتنا الحمد لله دابا كينشطوا داخل الانديه، وكنتمناو انه نحقوا المزيد، لان صراحه الكره الوطنيه محتاجه يعني الاطفال اللي تلقاو تكوين، خصوصا ان اغلب الانديه الوطنيه تخلات على المدارس الكرويه ديالها، وهذا الشيء كان معروف. وجاو هاد المدارس الكرويه يعني المستقله الا بغينا، او لا اللي ما كترتبط بانديه مباشره هما اللي ولاو خدين ديك لاغوليف، ولاو هما اللي كيقوموا بالتكوين ديال الاطفال وكيتصبوا. الحمد لله هاد السنه رحنا يعني مشاو عندنا وليدات حتى لاكاديميه محمد السادس، وكنتمناو ان شاء الله هاد العمل يستمر ويتطور احسن فاحسن، حتى اننا نكونوا يعني نكونوا واحد البريدج، واحد الباسخيل لهذوك الانديه الكبيره الوطنيه. و عندنا الاسماء ديال اللاعبين وديال الفرق. اللاعبين عندنا وليدات اللي مشاو للرجاء، عندنا الدعقاني سعد اللي هو حارس دابا حاليا ديال فريق المينيم،
في الرجاء، وعندنا سنين راه انس اللي هو دابا حارس ديال ليسبوار، وتبارك الله هذو ولادات اللي مشاو مزيان. عندنا لويسي العويسي اللي مشى لفينيباخشا ديال 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 تركيا، عندنا الوليد اللي مشى للاكاديمي كنذكرش اسم ديالو 100%، ولكن راه عندنا وليد راه هما كيعرفوا بان راه عندنا وليد من افاداس اللي كيلتحق الحمد لله دابا الان هذه السنه بالاكاديمي محمد السادس، وواقي ان شاء الله تعطي